يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل10 الصبح في الاهلي. هنتكلم بقى معاكم دلوقتي من خلال الفقره دي عن رياضه الحقيقه طول عمرها مش حاجه جديده، يعني حجم انتشارها وحجم شعبيتها بيشكلوا ظاهره ملفته جدا للنظر في معظم البيوت. لازم نلاقي حد ايا كان سنه واصل لفين، شاب صغير راجل كبير، لازم نلاقي على الاقل شخص واحد بيجيد لعب البينج بونج. وعلى فكره حتى في شوارع بعض المناطق الشعبيه تلاقوا حضراتكم ترابيزه بينج بونج وكتير جدا من الاطفال بيلعبوا عليها، لعبه بيمارسها فعلا الصغير والكبير. هنتكلم من خلال هذه الفقره عن كل التفاصيل اللي بتشكل هذه الظاهره مع كابتن هيثم حامد وهو مدرب فريق ثلاثي الطاوله بالنادي الاهلي تحت سن 18 سنه. صباح الفل. منور الدنيا. اهلا بيك. ربنا يخليك. نور حضرتك. هي منور مكانك واحنا مش بعيد يعني كلها. لا هو جنبي على طول. احنا هنا في بيتنا وهنا في بيتنا. بالظبط. هبدا معاك كابتن هيثم بسؤالي، لان انا نفسي يعني شخصيا نفسي افهم النقطه دي، ازاي واحنا اطفالنا صغيرين جدا نقدر نحدد ده يروح لانهي رياضه، خصوصا ان البينج بونج ما هياش رياضه ممكن حد مثلا يستشفها في ابنه او في بنته، ما بتبقاش باينه يعني زي رياضات اخرى. فخلينا نعرف من حضرتك. هو السؤال حضرتك قلتيه ده سؤال مهم قوي، لان هو مش بيتكلم كمان على البينج بونج بس، هو فكره ان ممكن اولياء الامور بيودوا اولادهم في العاب مش مناسبه ليهم خالص، يعني ممكن في جسمه، ممكن في المرونه بتاعه جسمه، ممكن في موضوع السن، في حاجات كتير قوي ممكن لعيب بينجح في لعبه ما ينجحش في لعبه ثانيه. لكن احنا لو بنتكلم بصفه خاصه عن التنس طاوله، يعني هو التنس طاوله لا، هي الموضوع ابسط شويه. احنا بنركز اكتر على عامل السن، كل ما يكون عامل السن صغير وكل ما اللعيب يبتدي صغير كل ما هو بيبقى عنده استيعاب سهل قوي للعبه، لان هي اللعبه فنياتها صعبه شويه. فاحنا بنفضل دايما السن الصغير، مع طبعا كل ما يكون الجسم فيه مرن شويه وجسم خفيف بيبقى افضل لينا كمدربين تنس طاوله. لكن الاجسام ممكن مع الوقت تتغير، بس طبعا ما ينفعش اجسام كبيره قوي، لكن بيفضل موضوع حجم الجسم برده يبقى خفيف وفيه رشاقه كويسه، في نفس الوقت السن الصغير بيبقى عامل كبير قوي بيساعد اللعيب. 3 سنين 4 يعني بدايه بيبقى افضل من سن 4 سنين، يعني 4 سنين يبتدي يخش الصاله ويشوف اللعبه عشان يطول الترابيزه. هو لا احنا موضوع الترابيزه ده احنا قبل كده كان عندنا برده حاله زي كده وكان لنا هنا جودة وقصينا الترابيزه، يعني ما كانتش مشكله. يعني هو اللعيب لو حب اللعبه وفي السن الصغير ده لا احنا هنحاول نساعده، يعني ما فيش مشكله. طب فكره ان زي ما كنت بقول في المقدمه كده يا كابتن هيثم، ان البينج بونج منتشر طول عمره في مصر انتشار لافت جدا للنظر، خصوصا طبعا مع ان هو متطلباته مش كتير، مجرد ترابيزه ومضربين وكوره في العمليه ايه على الضيق، لا لازم له مثلا يونيفورم معين ولا لازم تروح تشترك له في نادي معين. مش الظاهره دي في حد ذاتها كانت كفيله ان تخلي مصر من الدول المتقدمه عالميا في الرياضه دي بصفه خاصه؟ وهل ده حاصل ولا مش متحقق؟ هو يعني هو الموضوع ده فيه نص كده ونص كده. يعني هو اولا هو فكره ان هي لعبه الناس كلها بتلعبها وان هي شعبيه، هي لعبه شعبيه ولعبه شعبيه. احنا من وجهه نظرنا كاسره تنس طاوله ممكن يكون في اختلاف اكيد من الناس معانا، احنا شايفين ان هي اللعبه الشعبيه بعد كره القدم، لان معنى كلمه لعبه شعبيه ان الناس كلها تقدر تمارسها وناس كتيره بتمارسها سواء في الشوارع او في البيوت، في الصالات، في الانديه، حتى في الاوتيلات بتلاقيها موجوده. وفي كتير من البيوت بالمناسبه ممكن تلاقي ترابيزه بينج بونج والافراد ترابيزه سفره، حتى لو ترابيزه سفره بيحط. يعني فكره حلوه. انا كنت طالع من، يعني احنا عندنا في الصاله بتاعت تنس طاوله في مدينه نصر قصاد صاله الجيم، طالع مره كده من صاله التدريب مخلصين تمرين والله لقيت 2 كده ولدين ترابيزه عاديه وحاطين مش عارف زي الموبايلات وعاملين يلعبوا. هي لعبه شعبيه، بس هي المشكله ان هي اللعبه الشعبيه عشان تنتشر محتاجه سبونسرز كتير، وفي نفس الوقت برده لازم تكون المينتاليتي بتاع الناس المسؤولين عن اللعبه مختلف. يعني المشكله كلها ان هو مش مختلف، هو الناس بتبقى راضيه بواقع معين، لكن هي التنس طاوله لعبه شعبيه بعد الكوره. اشرح لنا اكتر كابتن هيثم. يعني بمعنى ان هو انا دلوقتي كمدرب تنس طاوله وانا شايف ان اللعبه دي لعبه شعبيه بعد الكوره، انا ما ينفعش ان انا اكون موافق ان ده يبقى حجم اللعبه في مصر. انا بتكلم على مصر، لان بره مصر في العاب تنس طاوله اللعبه الشعبيه الاولى عندها زي الصين مثلا، يعني هو مش الكوره. شرق اسيا عموما مش الكوره، الجزء ده من العالم ده مش الكوره. ولو رحنا برضو امريكا ما هياش كوره ولا تنس طاوله، لا ممكن بيسبول، ممكن راجبي، ممكن الباسكت بول، هم دول رقم واحد. بس انا بتكلم على مصر، لا هو بعد كره القدم التنس طاوله، لان احنا لو مشينا في الشوارع هنلاقي كده محدش بيلعب. يعني مش قصدي طبعا محترمي لكل الالعاب، بس في الشارع ما بنلاقيش هاند بول، ما بنلاقيش باسكت، ما بنلاقيش، لا بنلاقي دايما الناس بتمارس يا اما كره قدم يا اما تنس طاوله عشان سهولتهم. صعوبه في ايجاد سبونسرز برغم التفاصيل اللي حضرتك بتحكي طبعا عنها. لان هو ما فيش تسويق كويس خالص عشان انت للعبه. الحاجه الثانيه الالعاب الفرديه، يعني حضرتك تقصد الالعاب الفرديه بس ما في العاب فرديه ليها سبونسرز كويس. ما انا عايزه زي السكواش مثلا. طب العطل عندكم جاي منين؟ المشكله فين؟ هي كل اعضاء اللعبه مقصرين بما فيهم حتى اللي هو يبقى المسؤولين عن اللعبه نفسها. انت لازم تنشر اللعبه بشكل كبير جدا.
ثانيا دلوقتي اللعبه بقت منتشره بالفعل يا كابتن، منتشره عند الناس، لكن انت عشان تنشرها تقدر تجيب سبونسرز. في اتحاد للرياضه دي، ما هو بقى انك اعداد اللعيبه انها تلعب. انا عشان اخلي اللعبه تنتشر اكتر لازم اللعيبه تكون اعلاميا منتشره، لازم تكون اللعبه فيها اعداد كبيره جدا انها تلعب، فانا لازم انشر في كل انحاء الجمهوريه في مصر. لازم اسهل الامور اكتر. الادوات طبعا دلوقتي يعني التنس طاوله لعبه، لعبه مكلفه مش لعبه رخيصه يعني. هي كان زمان التنس طاوله ممكن ادواتها لعبه اقل شويه، لكن هي دلوقتي بقت قريبه للتنس الارضي. مضرب تنس طاوله بقى بنفس سعر مضرب تنس ارضي، اللي هي بقت الفكره ان التنس طاوله بقت لعبه مكلفه، فبقى طبيعي ان كل الناس لما بتشارك فيها اعدادها تقل. احنا عايزين ننشر الموضوع اكتر، شاف مواهب كمان. ما هو ده بالانتشار، ان احنا نفضل دايما نفضل ندور. في مشروع في الوزاره معموله كويس قوي اللي هو مشروع الواعدين ده، عاملين ان هم بيسافروا في كل مكان وبيطلعوا لعيبه وبيعملوا فرق في رياضات مختلفه ولا بس في اعتقد في رياضات مختلفه، بس انا بتكلم على التنس طاوله ده اللي انا اعرفه. يعني لكن الرياضات مختلفه انا ما اعرفش هم ماشيين ازاي بالظبط، لكن في التنس طاوله ده مشروع كبير وشغال. هي اللعبه لو فيها سبونسرز كتير وفيها نفس الوقت ان هو الناس تشتغل عليها، لا هي طبعا اللعبه الشعبيه يعني بعد الكوره. ده من وجهه نظرنا طبعا، ممكن تكون الناس مختلفه معانا يعني، بس ده من وجهه نظرنا احنا يعني. كويس جدا. طيب لو اتكلمنا عن النادي الاهلي والبينج بونج تحديدا في النادي، يعني برضو احنا عندنا، وده مش تحيز، انا بتكلم لغه ارقام دايما، مش حدش بس يجي يقول لك احنا متحيزين، لغه ارقام وبطولات ويعني وميداليات. النادي الاهلي عنده رانكينجز حلوه جدا في البينج بونج، وعنده كوادر كويسه جدا، ويمكن ابطال بعد كده هيشرفونا وعلى المستوى الدولي بشكل كبير جدا. وكان معانا في اول حلقه للبرنامج هنا جوده زي ما احنا اتكلمنا، يعني ان شاء الله يبقى ليها مستقبل واعد فعلا بنت الاهلي. فا ايه اللي بيميز النادي عندنا؟ يعني التميز بتاع مثلا كره القدم احنا عارفينه، بس كمان في رياضه البينج بونج ورياضات مختلفه، بس خلينا نفهم من حضرتك ايه اللي ايه الجديد، او ايه اللي بيميز تحديدا التدريب علشان عندنا يبقى كوادر مختلفه فعلا او فرقه عن نوادي ثانيه. خلينا نقول هو بس الاول، هو احنا مش متحيزين خالص، هو فعلا دي الحقيقه. هو دي حقيقه. هو الحمد لله احنا عندنا في التنس طاوله احنا فعلا مسيطرين سيطره تامه. يعني السنه اللي فاتت احنا لعبنا بالظبط على 16 ميداليه، خدنا 16 ذهب ما شاء الله. لعبنا على 16 ميداليه في اخر بطوله، خدنا 16 ذهب. ما فيش تجيبوا ميداليه ولا اتنين مجامله؟ لا ما كانش فيه. وخدنا درع الرجال ودرع السيدات، فيعني الحمد لله ما خسرناش حاجه خالص، واحنا فعلا مسيطرين. فكره هو احنا ليه مسيطرين بقى؟ ايوه في الاول في الاخر هو الاهلي فيه رولز، يعني هو الاهلي الرولز اللي موجوده في كره القدم هي الرولز اللي هي موجوده في تنس طاوله، هي الرولز اللي موجوده في هاندبول، هو سيستم ماشي على الكل. فانا مش بختلف عن، يعني هو مش معنى ان لعبه مختلفه عن لعبه ان انا هختلف عن الفكر الاداري اللي موجود في النادي. هو كلنا متربيين على حاجه واحده، سواء اللي بيلعب كوره، سواء اللي بيلعب تنس طاوله، بيلعب هاندبول، بيلعب باسكت، احنا في الاخر الاهلي حاجه واحده، ماشيين على رولز واحده. ففي نظام، مفيش حاجه اسمها ان التمرين ممكن يكون مفيش تمرين، مفيش حاجه اسمها ان اللعيب بيقدر يتغيب عادي، يعني مفيش حاجه اسمها. كل ده موجود في الانديه الثانيه، وخصوصا في الالعاب الفرديه. العاب محتاجه استمراريه طبعا. يعني انا عشان ابقى لعيب كويس لازم اكون بتمرن طول السنه. الاختلاف بين الاهلي وبقيه الانديه كمان ان هم مش دايما كلهم بيتمرنوا طول السنه، غير بقى الطموح والهدف. اغلب الانديه عندها حاله رضا شويه، يعني هو دي مشكله كبيره. الاهلي دايما ما عندوش حاله رضا في موضوع المكسب. الاهلي دايما جعان مكسب، يعني احنا دايما بنخلص بطوله عايزين ناخد الثانيه، ناخد الثالثه، ناخد الرابعه. يعني احنا واخدين 16 ميداليه، ومع ال 16 ميداليه دهب دول في منهم فضه كتير كمان، يعني بيبقوا الفاينل كمان اهلي اثنين اهلي مع بعض. يعني انا في فرقتي كان عندي اخر فاينل اهلي وفريده، هنا جوده النادي الاهلي وفريده محمد النادي الاهلي، ده فاينل كان 18 سنه بتاعي اخر فاينل. عندي بطوله افريقيا الاخيره اللي اتلعبت كانت هنا جوده اول افريقيا، كانت فريده محمد تاني افريقيا النادي الاهلي، ساره ياسر اول افريقيا 18 سنه ما شاء الله. فيعني كل حتى ميداليات افريقيا كلها احنا واخدينها، حتى في الرانكينج احنا الحمد لله بره احنا المسيطرين. فعندنا هنا وعندنا لعيبه تاني كويسين زي ساره، زي فريده. يعني ساره مثلا دي كانت اول لعيبه تحصل على بطوله العالم للموهوبين. هنا جوده يعني انا وهنا جوده خدنا اول في عمان سنه 2019، برضو ساره اكبر من هنا شويه، هي كمان خدت بطوله العالم للموهوبين في الصين قبل كده. اوكي. فاحنا عندنا دي بطله افريقيا ودي بطله افريقيا، عندنا لعيبه كتير في الاهلي. ده بالنسبه للناشئين، غير الكبار طبعا في زي دينا مشرف، انا بتكلم على البنات، لكن على الولاد طبعا في سيد لاشين وفي عمر عصر، عندنا لعيبه محمد البالي، خالد عصر، عندنا لعيبه كتير كويسين. بالمناسبه هل في عالم البينج بونج في برضو احتراف كما هو الحال في كره القدم، ولا انتوا عندكم الوضع بيكون مختلف؟ لا احنا عندنا محترفين كتير جدا. ما هي بقى هي الفكره ان هي لعبه عشان ما فيش سبوت عليها شويه، فالناس مش عارفه. احنا عندنا لعيبه عشان نعرفهم خالص، احنا عندنا لعيبه كمان احترفت في اقوى دوري في العالم، يعني اقوى دوري في العالم هو الدوري الالماني.
والله بيبقى دوري قوي جدا. عندنا عمر عصر اللي هي في الدوري، مش دوري صيني، مش دوري ياباني. الدوري الصيني ليه طابع خاص، يعني هو مختلف شويه، بيجي فتره معينه كده بيلعبوا زي دوره مجمعه، هو ده الدوري الصيني. فهو ده مختلف شويه، مش هنقدر نقارنه بالباقيين، لكن هو كدوري احترافي يعني او الدوري الالماني. عمر عصر لعب في الدوري الالماني، دينا مشرف لعبت في الدوري الالماني. أيه. عندنا يوسف عبد العزيز من اللعيبه الواعدين، عنده 21 سنه، لعيب هايل، عايش في المانيا، عارف المانيا. كريم عبد العزيز عندنا في البنات، دينا بتلعب دلوقتي كمان، راحت فرنسا بعد سابت المانيا، وعمر راح فرنسا. عندنا خالد عصر بيلعب في الدنمارك وبعد كده راح السويد. عندنا محمد شومان بيلعب في تشيك. عندنا محمد البيلي بيلعب في اسبانيا دلوقتي. سيد شين بيلعب في اسبانيا، كان بيلعبوا ساعات في تركيا. لا احنا عندنا موضوع الاحتراف طبعا ده متحقق جدا يعني. عندنا التنس طاوله هي اللعبه، عندنا احنا يعني كويسين، وممكن بره نبقى احسن من كده يعني. احنا مش، انا شايف ان احنا نقدر نبقى احسن من كده، لكن احنا للاسف مش يعني مش مدين نفسنا الحجم كويس ان احنا نقدر نبقى اكتر. انا عايزه اقف مع حضرتك هنا، يعني زي ما حضرتك قلت لنا دول شرق اسيا من اقوى الدول في هذه الرياضه، مصر عندها كوادر كويسه جدا، مصر دلوقتي اهتمام برياضات كمان الفرديه بقى لنا كذا سنه، ولما الرئيس يطلع يتكلم والكلام ده كله فاتجاه معروف. خليني اعرف من حضرتك ايه اللي بينقص لو احنا كنادي اهلي، بتكلم بقى يعني هنتقل من نادي اهلي لمصر، بس بدايه كنادي اهلي احنا واصلين ان احنا ما فيش منافس معانا في الداخل. طيب لو احنا هنتكلم على الصعيد بقى العالمي، ليه انا ما وصلش طالما عندي الكوادر؟ حضرتك بتتكلم هل الشق بس الدعم المالي هو العائق ولا في عائق تاني؟ لا خالص، مش الدعم المالي هو. بص حضرتك الموضوع ده بينقسم لثلاث. تمام، خلينا نفهم من حضرتك. الاول محور، احنا لازم نفصل الصين تماما عن فكره ان احنا نوصل او ما نوصلش الصين، ده وضع تاني مختلف تماما. الحاجه الثانيه احنا بنتكلم عن ان احنا بره اوروبا والكلام ده، احنا ازاي نوصل لاوروبا. الحاجه الثالثه هو احنا ليه مش واصلين الناس دي. اوكي، الموضوع مادي اكيد، اي حاجه محتاجه ماده، بس هي الفكره مش الماده بس. يعني انا لما سافرت بره معسكرات وقعدنا بره، على فكره احنا يعني خدنا بطولات في اوروبا، في اوروبا نفسها. انا واخد انا وهنا وفريده، خدنا في البرتغال 4 ذهب وواحده فضه. حلو جدا. خدت في المجر برونز، وكنا هنكسب تشاينيز تايبي في سيمي فاينال 3-2، وهنا كسبت رقم 2 على البطوله. يعني احنا لا عندنا الكلام ده نقدر، بس هو الموضوع مختلف تماما. احنا بره في اوروبا لما كنا بنطلع معسكرات في نظام، يعني هم مش احسن مننا فنيا خالص، لكن هم في نظام. يعني انا التمرين سيستماتيك اكتر يعني. تمام بالظبط. هم دلوقتي التمرين الساعه 9، 9 الا ربع كله موجود، من 9 ل 12 ميعاد الغداء معروف، ميعاد العشاء معروف، بعد كده في فتره تانية من الساعه 3 ساعات تانية معروفين. في المعسكرات طيب بتكسر؟ ده في المعسكرات بس، هو دي حياتهم الطبيعيه. يعني في اوروبا عموما اصلا هم بيناموا من الساعه 7-8، يعني اكيد حضرتك لو رحتي بره وكده هتلاقي هم بيناموا من الساعه 7-8، فهم اصلا بيصحوا من الساعه 6، بيتمرنوا فترتين في اليوم وثلاث ايام في الاسبوع فيتنس. احنا عندنا في مصر يعني للاسف الحياه العامه، يعني الولد جاي من المدرسه باباه لسه رايح يجيبه او مامته رايحه تجيبه، طب معلش انا هتاخر شويه، طب انا ممكن اتمرن ساعه واحده النهارده او ساعتين. أيوة. طب هو الوضع ومسافرين الساحل اسبوعين، فمعلش ابننا مش اسبوعين ممكن يجروا اسبوع. فهو الموضوع ان هم بره ما عندهمش الكلام ده تماما، هم بيعيشوا حياتهم وبيبسطوا جدا، وفي نفس الوقت في الرياضه بيعتبروا ان الرياضه دي حاجه مهمه جدا وده شغل لازم يلتزموا بيه. لكن احنا لو فنيا او ان احنا بنتكلم على الامكانيات اللي عندنا، احنا كسبناهم وخدنا بطولات كمان كبيره جدا، وعندنا دلوقتي هنا مصنفه رقم 1 على العالم تحت 15 سنه، وعندنا لعيبه كتير. كان عمر كان في وقت من الاوقات كان من اول 16 او 20، دينا من اول 50 تقريبا او ممكن يكون تصنيفها احسن. عندنا لعيبه اقوياء جدا زي فريده وساره لسه طالعين، دول برده اقوياء جدا جدا يعني. احنا عندنا بالذات في البنات يمكن دلوقتي احنا مميزين اكتر عن الاولاد. عندنا جيل في الناشئين، في الناشئات سوري، ده ممكن يبقى نوال اللي جاي. بس هو الشق بقى الاخير اللي بينقصنا حاله الرضا هنا في مصر. يعني احنا طالعين بطوله العالم. طبعا يعني يعني منتخب طالع بطوله العالم والله كويس قوي لو احنا عدينا المجموعات. يعني مستحيل. فهمت مستحيل يعني. طموح منقوص بالظبط. لا هو احنا مش قليلين، هم فعلا في الصين قويه جدا. في طب احنا في 2019 لو انا كنت انا وهنا، هنا كسبت ماتشين في الصين في كوريا في كرواتيا. الصين احنا الاول لما رحنا الصين البنات دي كانوا بتصور، يعني احنا نشوفهم فرحانين ان احنا بنشوفهم، بعديها بكام شهر يا كسبت البنتين دول. يعني هو مفيش حاجه مستحيله. ايوه الفكره كلها في الطموح. احنا لما كنا بنلعب في المجر دخلنا دور الثمانيه، هنا خسرت من رقم 1 على البطوله بتاعت الصين، كانت 2-1 9-5 يعني 3-1 كمان هنكسب خلاص. انا ما اتعشتش مثلا في اليوم ده، ورجعت ولغايه لما طلعت على الطياره ثاني يوم رحنا كان عندنا بطوله ثانيه في البرتغال، نفسيا متضايق. لا هو انا متضايق، مش ما عنديش حاله رضا ان انا هكسب. انا ما عندهاش، فريده ما عندهاش، سارة. هو الجيل ده ممكن ما يبقاش عنده لو احنا نمينا فيه ده، لكن لما اللعيب يبقى طالع هو بنقول له حلو قوي ان احنا لو عندنا كده
لا ما دي ثقافه سهله التغيير، يعني اللي بيقول كده ما يقولش. يعني ما حضرتك بتقولي لي ايه الاسباب؟ لا ما الأسباب. انا فاهمه، بس حضرتك دي لغه او لغه خطاب ممكن ان هي يتم السيطره عليها. هو مين اللي ما يقولش؟ ما احنا لازم بقى ده يتنمى في اللعيبه وهم طالعين صغيرين. انت لازم طموحك ما يقفش ان انت في مصر طبعًا. بس زي الفكره هو بالظبط زي ما احنا بنتكلم على محمد صلاح في الكوره على لعيب تاني في الدوري المصري. يعني هي الفكره مش فكره فلوس، هو ده بياخد فلوس وده بياخد فلوس، لكن هي الفكره هو ده هو شايف ان هو ممكن يوصل وحط جواه. ما تحطش ليميت زي ما بيتقال، بارا سكاي از يور ليميت، يعني ما فيش. خليك كل ما تنجح انا عايز اكتر. وده مشروع بس جدا، بس هو ده لا برضه لازم يكون كمان على المسؤولين. يعني انا لازم اكون انا في المنتخب او انا لعيب مع النادي او انا مدرب، حتى انا هيثم كمدرب انا لازم انا دايما انمي الموضوع ده في اللعيبه. لو في عطل في الحته دي عند المسؤولين وعند المدربين يبقى احنا بنتكلم في مشكله كبيره. بس دي حقيقه موجوده، لان حتى على فكره هو موجوده في كل الالعاب. يبقى هيبقى الوضع على ما هو عليه لو التفصيله دي ما اتغيرتش. انا ممكن اسال سؤال بسيط خالص، واحنا ايه الالعاب عندنا المتقدمه؟ عندنا كره يد بس، لا وعندنا سكواش، الالعاب الجماعيه هاند بول بس. في الـ في الـ في الالعاب الفرديه سكواش، واللعبه كمان الوحيده اللي احنا عشان ابطال العالم فيها اللعبه الوحيده اللي مش اولمبيه. ودي نقطة تانية خالص، فده برضو بتقلل من قيمة اللعبة طبعاً. على سنة لعبة أقول مش لعبة أولمبية يعني. وبقية الألعاب مفيش. لكن احنا نبص ان احنا لما نلاقي لعيبة عندنا ابتدت تطلع احنا لازم نهتم بالألعاب دي شوية طبعاً. ولازم نقعد حتى يبقى دايما، يعني أنا يعني ده رأيي، أنا شايف ان هو اللعيبة بقت عايزة محاضرات نفسية وكلام كتير أكتر من التمرين. يعني اللعيب انت لازم تقعد معاه تقعد تتكلم معاه كتير تفهمه يعني ليه الطموح ويعني ايه هو لازم يوصل وهو مطلوب منه ايه اكتر من ان انت تمرنه. برضو بمناسبه كلامنا عن الصين، ايه اللي مخلي الصينيين مبهرين للدرجه دي في الرياضه دي؟ هل هو الستايل اللي بيلعبوا بيه؟ حتى هتلاقيه في مسكتهم للمضرب السيرف الاول، يعني هم ليه كده وازاي كده؟ اول سبب ان هي اللعبه الشعبيه الاولى عند الصين. يعني الصين رقم واحد عندهم مش كره قدم، الصين رقم واحد هي تنس طاولة. 75 مليون واحد بيمارسها، 75 مليون عدد مهول طبعا. هم بيمسكوا كذا ماسكه، يعني دي اول ماسكه العاديه بتاعتنا، سواء ماسكه القلم او ماسكه الشيكهاند على حسب اللي هم بيمسكوها دي او دي، ما فيش مشكله خالص. الحاجه الثانيه الصين لا احتراف كامل، يعني انا لما رحت معسكر هناك هو في جامعه، الجامعه للرياضه هو التمرين، يعني هو بيتمرنوا في اليوم 6-7 ساعات، ما فيش حاجه اسمها لا، يعني هو 6-7 ساعات تمرين، في منهم ساعه فيتنس ده يوميا. ما فيش حاجه اسمها يعني انا في يوم مش هتمرن السته دول، هتمرن ثلاثه، يعني ما فيش الكلام ده خالص. هو يوم واحد بس اللي بيبقى فري في الاسبوع، بقيه الاسبوع تمرين تماما يوميا 6 ساعات، في منهم ال6 ساعات دول بتبقى ساعه فيتنس. وممكن كمان يفصلوها عادي. ثانيا هم شايفين يعني هو الولد بيتربى زي بيتخصص، انا دلوقتي حضرتك مثلا هتبقى اعلامي مثلا، فانا عايز حضرتك من انت صغير ابتدي تعامل ان انت اعلامي، اتكلم ان انت اعلامي، واقعد مع نفسك كده واعمل كانك لقاءات مع اصحابك الصغيرين. هو نفس الكلام، انت طالع بطل تنس طاوله من هو صغير، خلاص انت بطل تنس طاوله، انا مش يهمنيش ان انت تبقى في مهنه ثانيه. فهو كل تركيزهم على كده. هم كمان بيهينوا نفسهم في الرياضه قوي، المصطلح قوي قوي، بيهين نفسه، بيهين نفسه في الرياضه قوي. احنا عندنا ممكن في لعيبه تقبل ان هي تتهان في الرياضه، وفي ولي امر يقول لك لا انا مش عايز ابني. طب احنا كده هنحتاج برضه نفسر للناس المقصود بالتفاني في التدريب. لا هو انا مش قصدي الاهانه، ان هو اهانه دي خطا، انا بس عشان ان هو لا بيدوس على نفسه وعنده استعداد ان هو يعني ينزل يسحف على الارض عشان يكسب ويموت نفسه. لكن هو احنا عندنا ده برضه يعني ممكن لعيب لا ده هو الولد تعب قوي كفايه كده النهارده. طب حضرتك تسيطر، يعني معلش ما هو برضه لو تسمح لي انا دلوقتي لو مدير فني او انا الكابتن، ما انا همشيهم زي الرولز اللي انا هحطها، أنا مش هقبل غير كده، والاهالي اللي هي هتكسل او هتتخاذل معايا انا مش عايز ابنهم. بالظبط يعني انا بطبق ده بقالي 3 سنين، وعشان كده احنا نتائجنا دوليا، يعني فرقتها بكام لعيبه بتاعتي اللي هي زي هنا وفريده وساره، دوليا احنا نتائجنا متطوره جدا. انا لما مسكت هنا ما كانتش رقم واحد على العالم. لما مسكت هنا كانت من اول 20 تقريبا او اول 10، وكانت اول 12 سنه بس. لما بقينا نطبق الرولز دي على الفرقه كلها بما فيهم هنا بقت بطلة افريقيا، فريده تاني افريقيا، ساره بطلة افريقيا، هنا رقم واحد على العالم، وعندنا كمان لعيبه كتير. وفي لعيبه على فكره بتطبق كده لوحدها، انا بالنسبه لي بحب المثل بتاع دينا مشرف قوي وعمر عصر، هما مثالين يعني احنا لازم نحتذي بيهم. هما كافحوا وعندهم فكر كويس وعقليتهم اختلفت تماما، وهما بيحاولوا ان هما دايما يطوروا نفسهم حتى لو هما مش موجودين في رولز زي دي. لكن انا بالنسبه لنا احنا الحمد لله احنا اتغيرنا كتير. بقول لحضرتك الجيل اللي موجود دلوقتي لا هو مختلف تماما. واضح ان انت مش بس بتجاهد مع اللاعبات نفسهم، انت اللاعبات واولياء الامور كمان. ما هي اللعبه دي بالذات في السن الصغير لو ولي الامر مش متفهم
وهيساعدك عمرنا ما هننجح. يعني احنا كنا في بطوله عالم للموهوبين اللي احنا خدناها دي في عمان، فكان بيطلب من كل واحد مننا ان هو من المدربين في الاتحاد الدولي ان هو يعمل برزنتيشن عن حاجه. انا كان البرزنتيشن بتاعي عن ان هو دور ولي الامر في اللعبه، هو اهم دور. يعني هو المدرب ليه دور، اللعيب ليه دور، النادي والدوله كل ليه دور، لكن هو ولي الامر لو دوره يعني في خلل بسيط الموضوع انت. وده يعني انا شايف برده ان ممكن من اسباب ان اللعيبه زي هنا او فريده او ساره كويسين من سبب ان اولياء امور مهتمين جدا. على كل الرياضات الحقيقه، يعني صحيح. المبدا نفسه بينطبق على بالظبط. حضرتك حتى لو بصينا حتى على دينا برده، دينا مش عائله رياضيه، فالفكر هو متقبل الفكره الرياضيه وهو شايف ان ده حاجه كويسه فبيساعدها، فهو ولي الامر موضوع مهم جدا في مصر. تمام. احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لك التوفيق حقيقي كابتن هيثم. وسو فار برضه انا عايزك تتفائل ان انتوا عاملين شغل محترم جدا. لا انا متفائل يعني، وانا بشكر عليك جدا، متفائل ان احنا الحمد لله، لا احنا كويسين جدا، واحنا ان شاء الله عندنا طموحات في حاجات كبيره قوي، ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. ان شاء الله باذن الله. نورت الدنيا، ساعدنا بحضرتك معانا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.